بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العلي العظيم. هذا اليوم يصادف ذكرى سعيدة مباركة برائية، والبراءة في حياة البشر عامة لها مجال واسع، كل الأديان كل التوجهات. إحدى أهم أركان طريقتهم من دين أو توجه البراءة، وهذا الموضوع في الإسلام بالذات له حيز كبير جدا. الآيات القرآنية الكثيرة جدا، الروايات الشريفة الكثيرة جدا، الموضوع مهم، الإسلام أعطى لهذا الموضوع أهمية بالغة. ورغم ذلك، لكن باعتبار أننا لازلنا في أجواء ذكرى ولائية عظيمة جدا، وهي ذكرى مولد ثالث أفضل خلق الله عز وجل، بنت النبي وزوج الوصي وأم كل ولي صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. فنقف وقفات سريعة، لمعات في هذه القضية الاستثنائية في الأفراح، وهي مولد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبصورة سريعة من دون تفاصيل كثيرة، اللمعة الأولى من هذه اللمعات، البشر يخلقون كما هو معروف كما هو واضح من طينة أرضية، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم خلقوا حسب المتواتر من الروايات الشريفة من طينة علوية. الله عز وجل إذا أراد أن يخلق الإمام في الدنيا أمر ملكا يأخذ شربة من الماء، من ماء في أعلى عليين تحت العرش،
فيسقي منه أبا الإمام. فبهذه الطريقة تنتقل طينة ذلك الإمام من تلك المنطقة العلوية تحت العرش أو أعلى عليين، تنتقل هذه الطينة إلى الأرض بهذه الطريقة. هذا ما إجماله ما تواترت عليه الروايات الشريفة. بالنسبة للصديقة الكبرى صلوات الله عليها، انتقال نور جسمها أو طينة جسمها الشريف إلى الدنيا كان مختلفا عن بقية المعصومين عليهم الصلاة والسلام من جهات عديدة، منها أن الملك الذي نقل هذه الطينة، الذي ينقل طينة أجسام أهل البيت ملك، أما الذي نقل طينة الجسم النوراني للصديقة الكبرى فلم يكن ملكا وإنما كان سيد الملائكة جبرائيل. اللهم صل على محمد وعلى آله. فارق أو فرق آخر أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل أودع نور أجسامهم في ماء في أعلى عليين تحت العرش، بخلاف الصديقة الكبرى صلوات الله عليها التي أودعت طينتها، طينة جسمها الشريف، في تفاحة وفي فواكه في الجنة وفوارق أخرى. هذه اللمعة الأولى. اللمعة الثانية، ورد في بعض الروايات الشريفة أن جبرائيل عندما نقل هذه الطينة المباركة ظهر بصورته الواقعية، وهذا شيء نادر. جبرائيل عادة يظهر بصورة أخرى، لا يظهر بصورته الواقعية إلا في مواقف لعلها تكون قليلة جدا. هذه لمعة ثانية، لا أريد أن أتوقف عند كل واحدة منها، تحتاج إلى بعض الشرح، بسرعة نمر عليها. اللمعة الثالثة، وهي شيء استثنائي، جبرائيل نزل بهذه الطينة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأرض. لم يكن جبرائيل في هذه المهمة وحده، إنما كان معه، هو سيد الملائكة، كان معه سيد ملائكة الله ميكائيل وإسرافيل. وهذا من الغرائب، هذا من العجائب، هذا من النوادر. لعله أقول هذا الموقف، اجتماع السادة الثلاثة للملائكة في الأرض، لعله قبل ذلك اليوم لم يحدث ولا مرة واحدة، خصوصا بالنسبة إلى إسرافيل. إسرافيل له مهمة ثانية، تعلمون، يتهيأ لهذه المهمة منذ آلاف السنوات. اجتماع هؤلاء الملائكة السادة، سادة الملائكة في الأرض، خلو السماوات من ثلاثتهم، لعله قبل ذلك اليوم لم يحدث ولا مرة واحدة. موقف عجيب، موقف غريب. كل الثلاثة نزلوا. لمعة رابعة، وهذه أيضا نقطة عجيبة في انتقال الطينة الطيبة الزهرائية الفاطمية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، اجتمع أمران معا حسب الجمع بين الروايات الشريفة. جزء من هذه الطينة انتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كما هو مشهور.
هذا جزء من طينتها انتقل بهذه الصورة، وجزء آخر من طينتها انتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج. يعني هذه الطينة جزء منها تلقاها رسول الله صلى الله عليه وآله في الأرض بواسطة سادة الملائكة، جزء آخر لا، النبي صلى الله عليه وآله هو صعد ليتلقى ذلك الجزء مباشرة من الله تعالى من دون واسطة أي ملك حتى سادة الملائكة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لعل البعض يتساءل أن المعراج كان في السنة الثانية بعد البعثة النبوية الشريفة، ومولد الصديقة الكبرى صلوات الله عليها على المشهور كان في السنة الخامسة بعد البعثة، فكيف يمكن ذلك؟ الجواب على ذلك من وجوه. أولا، هذا الذي يذكر أن المعراج كان في السنة الثانية بعد البعثة هذا شيء محل خلاف، هناك أقوال عديدة في المعراج، قول في السنة الثانية، قول في السنة الثالثة، قول في السنة الخامسة، قول في السنة السادسة، قول في قبل الهجرة بسنة ونصف تقريبا، قول قبل الهجرة بنصف سنة، ستة أشهر، أقوال عديدة. هذا أولا. ثانيا، وهذا الجواب صحيح، أن المعراج لرسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن مرة واحدة، وهذا شيء مؤكد، لا أريد أن أقول كم مرة كان، ذاك محل خلاف. على بعض الاحتمالات كما يرجحه بعض العلماء أن المعراج لرسول الله صلى الله عليه وآله كان عشرات المرات. لا تريد أن تقول عشرات المرات، لا شك أنه كان أكثر من مرة، هذا الشيء المؤكد، لم يكن المعراج مرة واحدة. هذا المعراج المفصل لعله كان في السنة الثانية بعد البعثة أو الثالثة أو الخامسة أو قبل الهجرة كما هو محل خلاف في وقته، في تحديده، في تحديده الزمني. أما أن يكون المعراج خاصا بتلك المرة، هذا بالتأكيد غير صحيح، كان لرسول الله صلى الله عليه وآله معراج أكثر من مرة قطعا، هذا الشيء المؤكد. ولعل في هذه المرة النبي صلى الله عليه وآله فقط وفقط ذهب صعد ليتلقى شيء من طينة الصديقة الكبرى، هذا الشيء الذي لعله ما كان من الممكن أن ينقله جبرائيل، كان شيء أعلى من هذا المستوى. هذه لمعة رابعة. اللمعة الخامسة، سيدات نساء العالمين أربع، في مولد الصديق الكبرى اثنتان كانتا في الأرض، السيدة خديجة سلام الله عليها، وسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين الصديق الكبرى صلوات الله عليها. حضرت سيدتا نساء عالميهما مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، ومعهما امرأتان جليلتان سارة وكلثم أخت موسى. هذا الحضور من نساء الجنة، الحضور الرباعي من نساء الجنة، مريم، آسية، سارة، كلثم، عند سيدتي نساء العالمين السيدة خديجة والصديقة الكبرى، هكذا حضور من نساء الجنة في الأرض لعله لم يكن له سابق ولا لاحق، يعني لم يحصل، لعله لا أتذكر أنه حصل مثل هذا الاجتماع في الأرض، لا قبل يوم مولد الصديقة الكبرى ولا بعده،
لعله كان خاصا هكذا اجتماع خاصا بذلك اليوم. سادسا، اللمعة السادسة، هذا ذكرته ببعض التفصيل سابقا فقط إشارة أشير إليه. بعضنا يتصور أن هذه الأمور التي كانت تحدث عند مولد أي واحد من المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، هذه مجرد تعظيم، تجليل، تبجيل أبها لهذا المولد الكبير، هذا القضية الكبيرة في الدنيا، مجرد تعظيم. التعظيم لا شك فيه، التجليل لا شك فيه، ولكن جزء من القضية، ليس تعظيما فقط، جزء من القضية تهيئ، تأهيل، تمهيد. القضية بحاجة إلى تمهيد يا أخي. شخصية كبيرة تريد أن تذهب إلى مكان دوني، إلى مكان وسخ، إلى مكان وسائل الراحة ما موجودة، إلى مكان وسائل الاستقبال ما موجودة. طبعا قبل أن يذهب ذلك الشخص الذي له شخصية كبيرة، يلزم أن يذهب مجموعة من الناس ينظفون المكان، يهيئون بعض وسائل الراحة، يهيئون بعض الأمور المناسبة لاستقبال هذه الشخصية. طينة علوية خلقها الله سبحانه وتعالى وأودعها في أعلى عليين آلاف السنوات، هذه الطينة تريد أن تنتقل إلى هذه الأرض، إلى الدنيا، الدنيا الدنية. طبعا الدنيا لا تتمكن أن تستقبل، الدنيا دون هذا المستوى، الدنيا تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى تمهيد حتى تتمكن الدنيا، حتى يتمكن هذا العالم، حتى تتمكن هذه الكرة الأرضية أن تستقبل هذا النور، أن تستقبل هذه الطينة. إخواني، الدنيا ما هي قيمتها؟ الأرض ما هي قيمتها؟ الجنان، الجنان كم الفرق بينها وبين الأرض؟ الجنان عندما قرب ارتحال النبي، استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، انتقال هذه الروح إلى الجنان، الجنان، سمعتم هذه الرواية عن الخطباء الكرام؟ جبرائيل في تلك الساعات غاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله لفترة ثم عاد، فلما سأله النبي صلى الله عليه وآله عن سبب غيبته قال: يا رسول الله، مضمون الرواية الشريفة، يا رسول الله، ذهبت إلى الجنان لأهيئ الجنان لاستقبالك. اللهم صل على محمد وآل محمد. الجنة لا تتمكن أن تستقبل النبي صلى الله عليه وآله، ما عندها أهلية، تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى تمهيد، وتمهيد كبير. الملائكة كانت، لا، التمهيد يلزم أن يذهب جبرائيل، يعني ليس تمهيدا عاديا، الملائكة ما كانت تتمكن أن تقوم بهذا الدور، ولذا غاب جبرائيل. جبرائيل كان عند النبي صلى الله عليه وآله، ترك، ذهب الجنان، الجنان لا الأرض، الجنان تحتاج إلى تهيئة، تحتاج إلى تأهيل كبير من مثل جبرائيل، فكيف بالأرض؟ هذه الأرض بهذا الوضع تريد أن تستقبل تلك الطينة العلوية. طبعا يلزم أن تكون هناك مقدمات، القضية ليست مجرد تعظيم لذلك الإمام، تعظيم للنبي، تعظيم للصديقة الكبرى صلوات الله عليهم، لا، واقع شيء يغير، يغير في هذه الدنيا، شيء مادي يغير لا نعلم، شيء معنوي يغير. الأرض تعطى لا أعلم كيف، بعدا معنويا تتمكن أن تستقبل تلك الطينة لأجسامهم الطاهرة، لا لأرواحهم ولا لأنوارهم. هذه نقطة أو لمعة سادسة. اللمعة السابعة، حديث متواتر سمعتموه مرارا وتكرارا، فاطمة حوراء إنسية. بعضنا عنده اشتباه، عنده خطأ في فهم هذه الرواية الشريفة،
البعض منا يتصور أن معنى الرواية الشريفة أن الصديقة الكبرى صلوات الله عليها إنسان لها بعد سماوي، بعد جناني. هذا خطأ، الرواية الشريفة لا تقول ذلك. فرق كبير بين أن يقال أن فاطمة صلوات الله عليها إنسان حورية، هكذا عبارة أنا ما وجدت في أي رواية. العبارة فاطمة حوراء إنسية، فرق، فرق كبير. هي إنسان حورية معناه أنه كيانها حقيقتها حقيقة بشر، ولكن لها بعد حوري. النبي ما قال هكذا، النبي صلى الله عليه وآله قال فاطمة حوراء، فاطمة مبتدأ، حوراء خبر، فاطمة حوراء حقيقتها حوراء. ألبست ملابس البشر، كل أهل البيت هكذا، رسول الله ألبس ملابس البشر، حقيقته ليست حقيقة بشرية عادية. فاطمة حوراء إنسية، العبارة جدا واضحة، إنس، إنسي، إنسي يعني ماذا؟ يعني منسوب إلى الإنس، إنسي هذه الياء ياء النسبة، المؤنث إنسية. له هذا الشيء الإنسي، إن قلنا الشيء الفلاني إنسي، إنسي يعني ماذا؟ يعني له بعد بشري، حقيقته ليست حقيقة بشر. الشيء البشر لا يقال له إنسي، يقال إنسان. النبي صلى الله عليه وآله يقول فاطمة حوراء إنسية، هي حوراء، هي مخلوق علوي، هي مخلوق جناني، لها بعد إنسي، ألبست ملابس البشر. لا إنسان حورية، حورية نسبة للحور، لا، النبي ما قال هكذا. فاطمة حوراء إنسية. اللمعة الثامنة والأخيرة، وهذا أنقله لكم ولا أعرف بعده ولا أتمكن أن أستوعبه أصلا، ولكن هذا الشيء كان، الروايات المتواترة في أصلها متواترة أيضا قطعا، شيء جدا عجيب ليس لي تفسير له، إنما مجرد اكتشاف شيء كبير جدا. وهذه النقطة وهذه اللمعة أكبر حسب تصوري القاصر، أكبر من كل النقاط السابقة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله قبل تلقي هذه التحفة الإلهية، هذه الطينة الطيبة الفاطمية، عمل أعمالا لنفسه الشريفة. مظهر هذه الأعمال تأهيل، صام 40 يوما، ابتعد عن البشر، عمل ما عمل، هذا استيعابه صعب جدا، أنا لا أتمكن أن أستوعبه. لماذا؟ لأن النور النبي صلى الله عليه وآله أطهر، أقدس، أنظف، أرقى نور خلقه الله سبحانه وتعالى، روحه أطهر، أقدس، أنقى، أنظف، أعلى نور، أعلى روح خلقها الله سبحانه وتعالى. جسمه الشريف أطهر، أنقى، أقدس جسم خلقه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله لا يحتاج إلى تأهيل، مظهر ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله كان تأهيل، استقبال، مقدمة لاستقبال هذا النور، لاستقبال هذه التحفة الإلهية، استقبال هذه الطينة الفاطمية. لا أعلم ماذا يعني. الشيء الذي لا شك فيه أن هذه الأعمال تكشف عن عظمة ما فوقها عظمة، كما قال ذلك الفقيه الشاعر
فأبت أن ينالها الوهم إلا أنها آية تعالى علاها. اللهم صل على محمد. عقل البشر لا يصل إليها قطعا، وهم البشر، الوهم مساحته كبيرة جدا، الوهم أيضا لا يصل إليها، لا شيء واحد ندرك أنها تعالى علاها، شيء آخر. الكلمة الأخيرة، الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة كبيرة، حب فاطمة، حب أهل البيت. أظهر حبك لفاطمة، أظهر حبك لأهل البيت صلوات الله عليه، بأي طريقة، بأي كلمة، بأي عمل، طريقة حديثة أو طريقة قديمة، طريقة إبداعية وهذه رائعة، أو طريقة تكرارية. البعض عنده حساسية من كلمة التكرار، لا لا، التكرار شيء حسن، التكرار ليس شيئا سيئا، لا، شيء حسن بل شيء ضروري. التكرار لك ضروري ولغيرك أيضا ضروري. التكرار من فوائده أن الشيء يصير في نفسك بديهيا واضحا، بالتكرار يصبح الشيء بديهيا. في كل يوم على طول الخط إلى أن يموت الإنسان، كم مرة كل يوم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا هذا التكرار؟ التكرار يجعل الشيء بديهيا، كيف أصبح هذا المعنى بديهيا في نفوسنا؟ إحدى الأسباب التكرار. التكرار شيء مهم جدا، غاية في الأهمية، في الأمور المهمة يلزم أن يكون هناك تكرار. هذا أولا، هذه فائدته لك وفوائد أخرى. ثانيا، هذا الشيء الذي هو تكرار لك بالنسبة للجيل الجديد ليس مكررا، بالنسبة لابنك، بالنسبة لبنتك، بالنسبة لحفيدك، هذا ليس شيئا جديدا بالنسبة لك، ليس شيئا تكراريا بالنسبة لك، شيء تكراري. إذا أحجمنا عن الأمور التكرارية كيف تصل هذه الحقائق إلى الأجيال الجديدة؟ هو أول مرة يسمع الشيء الذي سمعته أنت 100 مرة، هو يسمعه لأول مرة. أظهر حبك لفاطمة. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن. أيسرها، الكلمة عجيبة، أيسرها، هذه السهلة، الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والعرض والحساب. هذه أيسر المواطن، العرض، الحساب، أصعبها أين؟ لا أعلم. عندك هكذا نعمة، أظهر فرحك بهذه النعمة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذه السيدة المباركة صلوات الله عليها أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقها أرزقنا شفاعتها في الدنيا والآخرة. اللهم بحقها لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.